صدر قرار من وزارة الصحة يبقى من حكم فحص الخدم، قالوا يبقى كل هالدول لازم تفحص، يعني كل الخدم يفحصون. عرفتوا كم خادم بالكويت؟ أكثر من 750 ألف خادم، وقبل قيام بإجراءات الإقامة روح فحص الخادمة. إنزين ودي الخدامة تفحص، روح الخدامة تفحص وادفع الرسوم، وهالمذابح موجودة وانتم مو جاهزين، لا موظفين لا مراكز، ويطلع لي مسؤول يقول بنحط لكم أونلاين وبنسوي وبنزيد، وليش ما سويتوه قبل ما تطبقون القرار؟ منو هالفطحة اللي عندنا؟ يا وزير الصحة عطوني وزير الصحة، وزير الصحة المسؤول الفطحة اللي عندك اللي طلع هالقرار، ترى دمرنا لو اعتبنا بهالقرار. قول الخدامة تسافر وتسوي فحص برضينا، لكن دي قرار كل الخدم. انتوا بالاصل يا معالي الوزير جاهزين؟ انتوا مو جاهزين. المسؤول اللي بالصحة ما يهمه، المسؤول اللي في الدولة ما يهمه، النائب اللي بالدولة ما يهمه، المندوب اللي بالدولة ما يهمه، لانه ياخذ المندوب ما عنده مشكلة انه يروح يسوي، لانه عنده واسطة. تعال الساعة 1 الظهر، تعال الساعة 4 العصر، تعال. إذا خلوا شغلكم 24 ساعة يا عدل يا معالي الوزير. رجاء وقفوا القرار وعيدوا دراسته ونظموا العمل وزيدوا أعداد المراكز، وبلاش الطباعة اللي لوعت جبودنا. فحص، أخذ البطاقة المدنية أعطيها الموظف، يدخل البيان بالسيستم، تروح تسوي الفحص، تخلص من الفحص، تمشي وتطلع النتيجة من خلال الكمبيوتر. إيش ماله بالله طباعة وأوراق وصور يصير يا معالي الوزير؟ تكفى باكر، طلع القرار بوقف هذا الإجراء ونسق مع وزارة الداخلية. ذبحتوا المواطن، لوعتوا كبد المواطن من هالقرارات. فشل في وزارة الصحة وفشل في قراراتها. شو هالمسؤولين اللي في وزارة الصحة؟ شو هالعبقرية اللي في وزارة الصحة؟ شنو هالإبداع انكم تبطون كبد المواطن؟ تليفوني صار لي يومين ما يوقف، يا ابو احمد شوف لنا وزارة الصحة، ماني نائب ولا اني مسؤول، لكن هذا قرار معيب، وقفوه شوي، وقفوه وقفوه، وحطوا مراكز، بلغوا المستشفيات، بلغوا المستوصفات، استقبلوا، خففوا الزحمة، لكن بالطريقة والله العظيم لوحت جبودنا. تغثون المواطن، صار يكره يروح يجدد إقامة لخدامه. واليوم وزارة الداخلية تطلع بيان تقول احنا ما لنا شغل، تجديد إقامة قرار وزارة الصحة وشؤون الإقامة تمنح الإقامة لمدة شهر إنجاز المعاملة. لا، ولما تمنح شهر ادفع دينارين وادفع 3 دنانير. مع الوزير نبي قرار قبل ما لا تجبودنا منكم يا وزارة الصحة. براويكم التقرير الجاي، شوفوا الزحمة، شوفوا المغثة، وشوفوا الضيم، وشوفوا عوار القلب، وشوفوا التعب، وشوفوا الفلوس، وشوفوا البيروقراطية اللي قاعد المقيتة اللي تقتل التقدم، ويطالعيننا كل ساعة يقولون حكومة مول، حكومة مول، حكومة مول. بطاقتك وحط الفحص. شو القصة معالي الوزير؟ شو القصة؟ 700 ألف بعشر دنانير 7 مليون دينار كويتي، ناقصين احنا فلوس. شوف تكفى الوزير الزحمة اللي تلوع جبودنا. عطوا التقرير خلي شوف معالي الوزير. وزارة الصحة اللي مجدد حق العامل زحمة. أتمنى عضو ولا وزير يشوف شو الوضع اللي قاعد يصير، المسخرة اللي قاعد يصير. يعني في وزير يقدام تهنئة انت يا عيروش، هذا ريحة خايسة، لا تنظيم ولا كراسي، قالوا الإقامة انتهت لازم نجددها. شوف بس شوف
الاقامه بالقانون الجديد يقول لك بعد يقولون بعد ما تنتهي تروح تجدد. اي أيوة والله الناس كلها قاعد تحلطم. طبعا اليوم شوف دوريات برا شوف الازمه هذا كله عشان 10 دنانير سووا القانون الجديد. ايش اللي صاير بالبلد؟ لانه احنا عارفين لا ندش ولا حريم ولا مسخره. الناس كلها دقينا على الداخلية دقينا على الدنيا طال. اليوم أوجه ندائي إلى وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح. لو كل يوم أنا أنشد هذا الوزير ما راح يحل المشكلة. معالي الوزير الشيخ محمد الخالد الصباح، رسالة موجهة لك، اترك عنك وزارة الصحة واترك عنك قرار وزارة الصحة. اليوم الشعب الكويتي يناشدك أنت يا شيخ، يناشدك أنت يا أبو خالد. غثنا انغثينا ولأهل الكويت منغثين من السوء من القرار غير مدروس من فطاحلة وزارة الصحة. يبقى قراركم خلوه، اللي بيجدد إقامته يجدد. لكن ها لو سمحت خلال سنتين خلال سنة خلي خدامتك تفحص، ما عندنا مشكلة ندفع العشرة ونفحص، لكن لا تغثونا بهالزحمة اللي قاعد تصير في وزارة الصحة. خلي وزارة الصحة تستعد انها تجهز المراكز، خلي وزارة الصحة تستعد تفتح المستشفيات، خلي وزارة الصحة تستعد بتوفير الموظفين. لأن فطاحلة وزارة الصحة عندهم مناديبهم اللي يفحصون خدمهم، لكن أنا كمواطن بسيط كمواطن غلبان أروح أجدد إقامتي، أروح أجدد شهر وشهرين وأدفع لك دينارين وثلاث دنانير على أساس أروح أفحص بعشر دنانير؟ أودي أفحص بعشر دنانير، لكن وفروا لي مكان محترم، مكان ما في زحمة. وإحنا بالكويت نقول حكومة مول. معالي الوزير أبو خالد، انغثينا انغثينا من القرار الفطحلي في وزارة الصحة، قرار فتح الابن فتح الابن فتح اللي طلع هذا القرار. قرارات غثتنا، قرارات لعوزة شب طقت جبودنا. والله حرام تبي تغثونا، تبي ترفعون ضغطنا، تبي تزيدون السكر من هالقرارات. يا اخي لما تطلع قرار درسوا شو نسوي. واحد اثنين ثلاث ننشر توعية. سبب الفحص يا جماعة، الحين يطلع لي اي مسؤول والله هي القرار للحفظ على الاسرة. يا أخي ما نبي تصريحاتكم ولا نبي نسمع تصريحاتكم، مثل ما نبي نشوف وجه المرشحين والمناديب ما نخلقهم، ما نبي نشوف الكذب السياسي والعفرة السياسية. ملينا من هالتصريحات، كنا احنا بقر ما نفهم، محشوبين يا أهل الكويت، كأن احنا ما نفهم ايش قاعد يصير بالبلد، كأن احنا مطقوقين على راسنا، ما ندري ان مال سياسي موجود وكلكم بالريموت. يبقى خلاص عارفين القصة، آمنا الله أكبر خلصنا. بس لا تغثنا، لا تغثونا بالقرار، ملينا من هالقرارات البيروقراطية. جايين تسوون فحص طبي 700,000 700,000 يا أخي لوعت. طلعني فاصل.